الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءة في كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم الجوزية رحمه الله. فصل في الصراط المستقيم. المصنف هنا رحمه الله يتكلم عن قول ربنا عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فسيتكلم عن كل ما يختص بذلك ممن تقاه رحمه الله. نعم، لأن هذا الكتاب أصلا مدارج السالكين إنما هو ما ألف هذا الكتاب، ما ألفه الهروي وهذبه ابن القيم إلا لكي يفسر آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب لتفسير آية واحدة فقط من 6236 آية في القرآن، وهذه الآية هي التي عليها مدار الدين كله. إن الله جمع القرآن في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. أخلص لله العبادة توفق للاستعانة، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين، تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، وذلك يفيد تعينه واختصاصه، وأنه يفيد تعينه وذلك واختصاصه تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردها، كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وجمع السبل، النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود خط خطا مستقيما ثم خط عن يمينه خطوطا معوجة وعن يساره خطوطا معوجة، قال هذا صراط الله مستقيم. صراط الله المستقيم ليست إلا صراط واحدة، وهذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، جماعات متفرقة في كل مكان، كل يدعي وصلا بليلى ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك. أما صراط الله إيش؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأيضا قال ربنا عز وجل صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فصراط الله واحدة، سبيله تبارك وتعالى واحدة، أما أصحاب الأهواء كل له شيطان يدعو إلى 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 ما يريد. كيف تعرف صراط الله المستقيم؟ تعرف باتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، تخلية وتحلية، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا وأوسط الشيء أعلاه. نعم. وقال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. الله يعافينا. وربنا عز وجل قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فيزخرف لك القول، يقول لك تعال الجنة والشهادة والجهاد، يزخرف لك إيش القول، ثم إذا وقعت في براسله علفت أنه ما كان يدعو إلا إلى سراب وسفال، عافانا الله وإياكم. لماذا؟ لأن الذين تبعوا هؤلاء لم يلزموا غرز العلماء الربانيين الذين هم يوقعون عن الله كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظر الجمال. طبعا هذه الآيات فيها لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، لكن لما كان الأمر يتعلق بالصراط ربنا قال لعلكم إيش تتقون، فإنه لا يرزق صراط الله المستقيم إلا من كان تقيا. من فارقته التقوى فارقه الصراط المستقيم. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقرين والاستعداد ليوم الرحيل، أن تعبد الله على هدى من الله، تريد ما عند الله، وتريد وتخشى عذاب الله. هذه التقوى.
ولذلك قال الشاعر قال خلي الذنوب جميعها ذاك التقى وكن كماش على أرض شوك يحذر ما يرى لا تحقرن من الذنوب صغيرة فإن الجبال من الحصى. ولذلك دائما فواصل الآيات أعني ختام الآيات يسموه في علم التفسير يسموه فواصل الآيات يعني آخر كلمة في الآية لا بد لها علاقة بأول الآية وبموضوع الآية من لدن حكيم حميد. نعم. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب. قال مالك رحمه الله ولا طريق إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها وكل من زعم طريقا غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام لن يصل ما يصل أبدا. فالطرق عليهم مسدودة والأبواب في وجوههم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إلى الله. حسبك هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.